شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة بعنوان نكران الذات. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصول ثلاثة. الفصل الأول: مناشئ نكران الذات. الفصل الثاني: مجالات نكران الذات. الفصل الثالث: دور نكران الذات في ظل التحولات الاجتماعية. نقدم للموضوع الأول وهو مناشئ نكران الذات بمقدمة. وهذه المقدمة هي إن الله تعالى أودع فينا نحن البشر غرائز متعددة. هنالك غريزة الأكل، وهنالك غريزة الشرب، وهنالك غريزة التملك. ولكن الشيء الذي يبدو إن أهم غريزة أودعها الله فينا نحن البشر، ويمكن أن نعتبر أن هذه الغريزة هي المصدر الذي تتفرع منه جميع الغرائز الأخرى. هذه الغريزة هي غريزة حب الذات. الإنسان يحب ذاته ويحب كل شيء لأجل ذاته،
ويحب كل شخص لأجل ذاته. الطفل لماذا يحب أمه؟ لأن هذه الأم تعطيه اللبن، لا يحبها لذاتها. هذه الأم توفر لهذا الطفل احتياجاته، ولذلك الطفل يحبه. المرأة لماذا تحب زوجها؟ لأن هذا الرجل يوفر احتياجات البيت. الأب لماذا يحب أولاده؟ لأنه يحب ذاته. فإذا جميع الغرائز وجميع أنواع الحب هذه تنشأ من حب الذات وتتفرع من حب الذات. في ظل هذه المعادلة، هل هنالك معنى لنكران الذات؟ الفرد الذي ينطلق في كل شيء من ذاته، يحب كل شيء لأجل ذاته، يعمل كل شيء لإثبات ذاته، هل يظل في ضمن هذه المعادلة معنى مفهوم بل معنى معقول لنكران الذات؟ وكيف نعتبر أن نكران الذات فضيلة من الفضائل الأخلاقية وفضيلة من الفضائل الاجتماعية؟ الجواب على ذلك إن هنالك منشأين. ينشأ منهما نكران الذات، المنشأ الأول في داخل كل واحد منا نحن البشر هنالك كيانان. الكيان الأول كيان الأنا، الأنا، والكيان الثاني كيان الأنا الأعلى. نكران الذات يعني التضحية بكيان الأنا من أجل كيان الأنا الأعلى، هذا معناه. فلم يخرج الأمر عن حيطة حب الذات، وآل الأمر يعني آل أمر نكران الذات إلى إثبات الذات. نكران الذات في واقعه إثبات للذات، فالأمر ما خرج عن حيطة الذات، وهذا أمر مشروع، القرآن الكريم يدعو إلى ذلك. أنت مخير بين الأنا والأنا الأعلى، ضحي بالأنا لأجل الأنا الأعلى. القرآن الكريم يقول زين للناس حب الشهوات
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوات موجودة عند كل البشر. الله تعالى يقول أكو أفضل من هذا في الآية الثانية: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت تريد الحرث الفاني، هذا هو الحرث الباقي، جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا أفضل لك. أنت تريد المرأة، في الآخرة أكو ما هو أفضل، وأزواج مطهرة إلى آخر الآية. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا أفضل. هذا مثل الطالب، إحنا إحدى الأشياء اللي عندنا حب النوم، الرغبة في النوم. نقول للطالب: صحيح أنك تحب النوم، ولكن ضحي بالنوم في هذه الليلة تنجح في الامتحان وتنال الشهادة وتنال الوظيفة. فإذا هذا يضحي بشهوة هابطة لشهوة أعلى، ولا إشكال في ذلك. يعني في الواقع عمل تجاري. المعادلة التي تحكم التجار: هذا هو الجواب الأول. فالمنشأ الأول لنكران الذات هو الأنا الأعلى. الجواب الثاني: نحن لا نقبل أن جميع الحوافز التي تحكم السلوك البشري هي معادلة حب الذات. نحن ما نقبل هذه المقولة. يمكن أغلب البشر ينطلق في كل أعماله من حب الذات، حتى عندما يقول لا إله إلا الله ينطلق في ذلك من حب الذات، لأنه يريد الجنة لذاته، لأنه لا إله إلا الله شجرة في الجنة ويريد هذه الشجرة لذاته. احنا ما نقبل هذا أطلع. العقلية التجارية تفكر بهذا المنطق، ولكن هنالك قيم عليا وهنالك نفوس عليا، وهذه القيم العليا تحرك تلك النفوس العليا. بعيدا عن قضية حب الذات وحب الأنا، ولذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما عبدتك خوفا من نارك. هذا هو مقام عالي. ولا طمعا في جنتك. ما يقول أنا ما أخاف من النار، ما يقول أنا ما أطمع في الجنة. كلنا نخاف من النار، كلنا نطمع في الجنة، حتى أولياء الله يخافون من النار ويطمعون في الجنة. أكو واحد ما يخاف من النار؟ ولكن هذا مو هو المحرك، هذا مو هو الباعث.
ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا خارج عن إطار حب الذات والانبعاث من الذات. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إحنا يمكن أن ننمي هذه الحالة، مو دائما نتعامل مع الله تعامل التجار والعبيد. مو كل مرة نروح إلى الحرم أو نروح إلى مشهد نفكر في مشكلتنا. عندما أروح إلى الحضرة أفكر فلان مشكلة عندي، أنا أجي للحضرة لتحل هذه المشكلة. لا، فد يوم من نروح للحضرة لأن السيدة المعصومة صلوات الله عليها جديرة بالاحترام والتقدير لهذا الباعث. عندما نقوم ونصلي صلاة الليل في ليلة من الليالي إذا وفقنا إلى ذلك، ما نفكر في النار والجنة والمشاكل الدنيوية والطموحات الدنيوية، وإنما نفكر أن الله تعالى أهل للعباد. هذا مقام حتى يمكن لنا أن نصل إلى بعض درجاته في بعض الأحيان. كل اللي يكون تعاملنا مع الله ومع أولياء الله تعامل التجار والعبيد. والخطباء الكرام يقرؤون هذا البيت عادة خطابا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكي. هذا هو المنشأ الثاني. ننتقل بعد هذا إلى الموضوع الثاني. الموضوع الثاني مجالات نكران الذات. إحنا عندنا ثلاث قوى. القوة الأولى القوة الشهوية، القوة الثانية القوة الغضبية، القوة الثالثة القوة الوهمية. نكران الذات يتعلق بكل واحد من هذه المجالات الثلاث. نكران الذات في قبال القوة الشهوية، الله تعالى يقول: وإنه لحب الخير لشديد. هذه طبيعة البشر، يحب الخير، كل شيء يريده لذاته، البيت لذاته، المال لذاته، الطعام لذاته، الشراب لذاته، النوم لذاته. أولياء الله ما كانوا كذلك، كانوا يقتطعون اللقمة من فيهم ويقدمونها للآخرين. هذا مظهر من مظاهر نكران الذات. أهل البيت صلوات الله عليهم في سورة الدهر قدموا طعامهم
ويطعمون الطعام على حبه. هنالك احتمالان، احتمال أن الضمير يرجع إلى الله تعالى، يعني لأجل الله ولحب الله، ويحتمال أكو أن الضمير يرجع إلى الطعام على حب الطعام. إحنا الثوب اللي بلي وخلق نعطيه للفقير، الطعام اللي بقي بالثلاجة لازم نلقيه، نجيب فد خادمة فد خدامة نعطيها الطعام، نقول ودي إلى بيتكم. ولكن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوالد رحمه الله كان يقول حتى ما قالوا هذه الكلمة بلسانهم، وإنما علم الله تعالى ذلك من ضميره. هذا إظهار لما في الضمير. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طبعا هذه الحالة جدا مشكلة. جدا مشكلة. الشيخ الممغاني، الشيخ محمد حسن الممغاني من علمائنا، هذا بيت ما كان عنده، فجاءه رجل وأعطاه مالا هدية، وقال هذه الهدية لبيتك. انتوا فكروا في هذا الموقف، انتوا بيت ما عندكم ومال حلال ومو حقوق شرعية، هدية واحد يعطيكم لتشتروا بيتا، كم واحد في المليون ما يشتري البيت بهذا المال؟ شايفين واحد إلى الآن في حياتكم؟ واحد في المليون، اثنين في المليون، ثلاثة في المليون. فأخذ الشيخ الممغاني هذا المال وأعطاه كله للفقراء. بعدين التاجر افتهم، اجى عند الشيخ الممغاني وقال له لماذا فعلت هذا العمل؟ قال استبدلت بها دارا لا تفنى، دار الآخرة. قيل له عائلتك ماذا يفعلون من بعدك؟ هذا الكلام مني الآن، هذا الجواب. شنو أنتوا عندما أحيا أنتوا تديرون عائلتكم، أنتم ترزقون العائلة، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا الأب يموت خو الله ما يموت. قال لهم الشيخ الممغاني لهم الله. شوفوا هذه الروحية وهذا المنطق، هذا منطق الإيمان. وهنالك قضية أيضا نقلها لي أحد الخطباء المشهورين، الظاهر عن الشيخ علي الشاهرودي رحمة الله عليه، قال أنه جاءته أموال كثيرة، ما أدري من الهند منين، في ذاك الوقت الهند كانت هي المصدر والمنبع، جاءته أموال كثيرة
أولاده يقولون فرحنا بذلك، لأن إحنا كلنا كنا نعيش في حالة دين وقرض اقترض من هذا البقال ومن هذا العطار ليرات ذهبية. خوب فرحنا. الشيخ عندما جاء إلى البيت كل شيء ما معه، قلنا له وين الليرات؟ قال كلها أعطيتها. قلنا إحنا ماذا نفعل؟ قال في الواقع الطلبة الفقراء هؤلاء محتاجون، إحنا أيضا محتاجين، ولكن نحن عندنا ما وجه لنقترض. أنا أتمكن أقترض، هذا الطالب المسكين ما يتمكن يقترض، فهو أولى بهذا المال مني وأعطى جميع المال. هذه هي الروحية التي يصنعها الإيمان، وأي إيمان يحتاج. هذا المجال الأول. المجال الثاني نكران الذات في قبال القوة الغضبية، وهذه أيضا مشكلة بالذات لأهل العلم. الجد رحمة الله عليه كان يقول أنا من بداية دخولي في سلك طلاب العلوم الدينية صممت على ثلاثة أشياء، واحد منها أن لا أجادل الجدل، واحد في تلك الحالة في حالة الحرارة يتمكن يحفظ نفسه. كلش مشكلة. وأحيانا الحق يكون معكم وتعلمون أن الطرف الآخر على باطل، واحد مع ذلك يتمكن يحفظ ذاته. كلش مشكل. نقل لي أحد العلماء أنه السيد الحكيم رحمه الله في مجمع صار هنالك بحث بينه وبين عالم آخر، فالسيد الحكيم تكلم، ذاك العالم الثاني مرده وغلبه في البحث، يعني السيد الحكيم غلب في البحث. شوي قعد السيد الحكيم وقام وطلع، احنا نقول الفاظ، ولكن اذا يوم من الايام صار الامر امر غالب ومغلوب، واحد يذوق مرارة الهزيمة في البحث امام الملأ، كلش مشكل. السيد الحكيم بعد شوية طلع وبان للجميع انه غلب في البحث العلمي. هذا العالم يقول بعد فترة، العالم الذي غلب يقول أنا طلعت، شفت السيد الحكيم خلي عبايته على راسه ودا يتمشى، فإجى عندي وسلم علي قاعدتان، يعني سلم عليه وقال انتوا راجعوا الجواهر افلان مجلد افلان بحر. هذا هو وفي أمان الله. يقول هذا العالم الغالب راجعت الجواهر في ذلك المكان الذي أشار إليه، فوجدت أن كلامي خلاف إجماع العلماء. السيد الحكيم في المجلس كان يتمكن يقول له أنه هذا كلامك خلاف الإجماع، جيبوا الجواهر، جيبوا الآن. ولكن كبت نفسه، كبت هذه القوة الغضبية،
التي يعبر عنها علماء الأخلاق بالقوة السبعية. شايفين السبع عندما تهاجم الفريسة وتمزقها، التمزيق أحيانا يكون تمزيق مادي وأحيانا يكون تمزيق معنوي. واحد يحاول أن يمزق طرفه تمزيق كامل، هذه حالة السبعية اللي يولدها غرور العلم. العلم يولد غرور. ولذلك يقال إن العلم هو الحجاب الأكبر. أحياناً هالشكل يكون، مو أنه يرد، يمزق، يحطم. نتمكن ذلك المصارع، أكو قضية معروفة اللي أراد أن يصرع خصمه، قضية معروفة، ولكن لأجل أمه أو لأجل أطفاله شوية صارع وياه، ثم تظاهر أنه غلب وانتصر ذلك الرجل عليه. يقول في تلك اللحظات التي كان نائما وهذا عدوه غلبه وهزم في مدينته، انفتحت أمامه أبواب الملكوت في قضية. يتمكن واحد رياضي عنده عضلات قوية، يشوف خصمه ضعيف وهش، يتمكن يتظاهر بالانهزام أمامه وفي مدينته، يمكن أو في غير مدينته. هذه مو معاني ذهنية، مو قضايا عقلية، هذه قضايا وجدانية. وأكو قضية من هذا القبيل أيضا مذكورة في التاريخ، أظن بين المقدس الأردبيلي والشيخ البهائي على ما ببالي، اللي المقدس الأردبيلي لم يرد، يعني صار بحث علمي على ما ببالي هالشكل القضية. فالمقدس الأردبيلي ما تكلم، وبان للحاضرين أنه هزم في البحث. بعد ما طلعوا يواش أخذ الشيخ البهائي إلى جانب وقال له جوابك هذا وهذا وأنا قلته لإحقاق الحق. قال ليش هناك ما قلت؟ قال أنت في إيران شيخ الإسلام وإلك مقام ومنصب، إذا أنا هزمتك في البحث يعني شيخ الإسلام هزم. أما أنا في طالب في العراق، يهزم فليهزم طالب في العراق وليهزم شيخ الإسلام في إيران، هذا هو يحتاج إلى مجاهدة. هذه مو قضايا فجائية، مو موقف ارتجالي، هذه تربية. هاي يمكن تربية 30 عام ظهرت في هذا الموقف، وإلا واحد ما يتمكن يتخذ موقف ارتجالي. والمجال الثالث وهو مجال مشكل جدا، نكران الذات في قبال القوة الوهمية. الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
في بالي أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول عند هذه الآية انقطعت الأماني. حب الرئاسة، طموحات العظمة، هذه الطموحات اللي تحرك عجلات التاريخ. الملايين قتلوا لأجل هذه الطموحات. الشيطان من اليوم الأول قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه القوة الوهمية كما يعبر عنها علماء الأخلاق. واحد يتمكن يتنكر لذاته في قبال هذه القوة، هنا انقطعت الأماني. وهنالك في الحديث آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. هذه من أقوى الشهوات. هذا هو المجال الثالث. ننتقل إلى الموضوع الثالث ونختم به البحث، دور نكران الذات في ظل التحولات الاجتماعية، ومنها الآن التحول الذي حدث في العراق. الأوضاع مرة تكون أوضاع هادئة مستقرة، نكران الذات له قيمة، ولكن مرة يحدث هنالك تحول اجتماعي. التحولات الاجتماعية تخلق أوضاع جديدة، تظهر قوى جديدة، تظهر الكوامن الباطنة. الأفراد اللي ما كان لهم أي دور ربما في بعض الأحيان في بعض المراحل يأتون ويتصدرون. الأفراد الذين كان لهم كل الدور وهم الذين عانوا وهم الذين تحملوا، وإذا بهم يختفون. في ظل هذه التحولات نكران الذات له قيمة كبيرة، لأنه ذاك يقول أنا وأنا أقول أنا، أنا وأنا لا يجتمعان. أكو مثال معروف يقول مملكة كبيرة لا يمكن أن يجتمع فيها حاكمان، لأن هذا الحاكم يقول أنا وذاك الحاكم يقول أنا، لا يجتمعان. وسجادة واحدة صغيرة، أنا أغير المثال، تجمع وليين من أولياء الله، لأن لا هذا يقول أنا ولا ذاك يقول أنا. في ثورة العشرين ما الذي حدث؟ نفس الشيء حدث. هذه القبيلة قالت أنا وتلك القبيلة قالت أنا. العلماء جمعوهم، اجعلوا حاكما منكم. هذه القبيلة قالت منا الأمير، وتلك القبيلة قالت منا الأمير أو العشيرة. لا يمكن أن يكون في بلد أميران أو ملكان. وبالنتيجة هذه القضية أدت إلى أن تذهب هذه العشائر أو بعضها، مو كلهم،
يذهب ويأتوا برجل أجنبي مخالف لمذهبهم وفكرهم وخطهم ويجعلونه عليهم حاكما. هذه نتيجة محورية الذات. هذه الخلافات التي نجدها بيننا، بعضها خلافات مبدئية لا شك في ذلك، ولكن لعل أكثرها خلافات ترجع إلى أنه آني لو أنت. والنتيجة شنو؟ النتيجة هذه المأساة التي وقع فيها العراق من ثورة العشرين إلى قبل أشهر، هذه امتدادات محورية الذات. إحنا في الواقع ينبغي علينا أن نربي فينا هذه الحالة، حالة نكران الذات. أنقل لكم قضية من التاريخ وأختم بها البحث. كان واحد من علمائنا ومجتهدينا يقال له السيد حسين الحجة الكوه كمري. هذا الرجل كان من تلاميذ صاحب الجواهر، وكان مجتهدا في النجف الأشرف، وكانت له حلقة علمية عند التلاميذ في مسجد من المساجد. يوم من الأيام جاء مبكر إلى البحث قبل ما التلاميذ يجون، شاف في زاوية من زوايا المسجد رجل متواضع الهيئة تبدو عليه آثار الفاق، ملابسه ملابس ربما كانت رثة بالية، قاعد هناك ومع بعض التلاميذ ويدرسهم. فأنصت إلى ذلك الشيخ وإذا به يرى أن ذلك الشيخ محقق من الطراز الأول. عجيب، هذا الشيخ من هو؟ تلاميذه إجوا ودرسهم في ذلك اليوم، بكرة قال خل أجي من أول البحر. اجى في اليوم الثاني من أول بحث ذلك الشيخ، يعني ساعة قبل بحثه مثلا، اجى وجلس في مكان بعيد واستمع، شاف لا، عدة أيام متوالية اجى وتيقن أن هذا الشيخ أفضل منه وأعلم منه. الآن ماذا يفعل؟ هنا يبدأ الصراع الداخلي. ماذا تفعل عندما ترى أن هذا الطرف أكفأ منك؟ ماذا تفعل عندما ترى أن المصلحة تقتضي تقديم هذا على نفسك؟ ماذا تفعل عندما ترى أنه لا، أنتما متكافئان، لكن الطرف ما يتنازل؟ إما أن تحدث المشكلة وإما أن تتنازل، ماذا نفعل؟ اليوم الثاني عندما جاءه تلاميذه، يعني بعد هذه الأيام، بعد ما تيقن أن هذا الشيخ أفضل منه أكفأ منه، قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا،
اليوم عندي مطلب جديد لكم. هذا من يقول؟ الحجة الكوهكمري. هذا الشيخ اللي تشوفوه في أقصى المسجد أفضل مني وأعلم مني وأكفأ مني، وإحنا ينبغي لنا جميعا أن نستفيد منه. يا الله قوموا خلينا نروح ونتتلمذ عنده. الأستاذ قام، التلاميذ قاموا وراحوا في حلقة درس ذلك الشيخ المتواضع. هذه كلمات نقولها ولكن كلش ثقيلة في الامتحان، الامتحان اليومي، يعني يمكن واحد كل يوم في بيته يبتلى بهذه المشكلة، يتنكر لذاته أو يجعل ذاته هي المحور. وكان ذلك الشيخ الفقير المتواضع هو الذي عرف فيما بعد بآية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري. هذا هو الشيخ. ذاك الوقت كان فالطالب فقير جاي من قرية أو بلدة من البلاد المتطرفة النائية في إيران، ونفس هذه القضية حدثت في قوم عندما الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه جاء إلى قوم. كان هنالك أستاذ من الأساتذة الكبار في قوم وهو المرزا محمد القمي، اللي هذا أستاذ شيخ عباس القمي. اجى الى التلاميذ وقال لهم احنا سنوات طويلة في بحث، احنا سنوات طويلة بحثنا مبحث الاهم والمهم، والان بحث الشيخ الحائري الشيخ عبد الكريم هو الاهم، فقوموا بنا جميعا الى درسه. وقام هو وتلاميذه إلى درس الشيخ عبد الكريم الحائري. المؤمن تعامله يختلف عن غير المؤمن. المؤمن تعامله مع الله وطرفه هو الله. إذا تعاملتم مع عمر انتوا لا تعملون لعمر وانما تعملون مع عمر. اكو فرق فيما بين المفهوم. هسه هذا الطرف ما تشكر منكم، عجيب. هاي العقد النفسيه منين تبدا؟ هذه الحزازات الاجتماعيه منين تبدا؟ انا 20 عام دا اخدم هذا الرجل، موقف واحد ما وقف لي. انت عملت لهذا او عملت مع هذا؟ ياهو منه. الطرف هو الله، والمؤمن نظره الى الله سبحانه وتعالى. الاخرين تشكروا منه ما تشكروا منه، قدروا ما قدروا، ردوا عليه بالمثل ما ردوا عليه بالمثل، هذه الأشياء يجب، هذه مشكلة ولكنها ممكنة، هذه العملية عملية مشكلة. هذه التوقعات واحد يلقيها من قلبه. لا نريد منكم جزاء
ولا شكور. حتى الشكر أكو بعض الأفراد ما يتشكرون، أب ما يتشكر من ابنه، بعض الأفراد عندهم هذه الطبيعة تخدمه، شكرا ما يقول لك. طبعا هذا خطأ من الطرف، ولكن أنت لا تتوقع من الطرف الذي تخدمه حتى الشكر. يعني مو أنه تقطع وياه، حتى ما تتوقع في قلبك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك غضبت لله فارجو من غضبت له. الرجاء يجب أن يكون هو الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.